هاد ما رح ينفعك لأنه ما إله قيمة. أوه ملك، هاي بنتك مو هيك؟ والله حلوة. إذا ما دفعتي المصاري بسرعة صدقيني أنا ما رح أكون مسؤول أبداً عن اللي رح يصير فيك وفي بنتك، عم تفهمي؟ زهرة، قولتك رح يتحسن؟ وضعه خطير، لازم تاخده على المشفى بأسرع وقت لأنه ممكن يموت بأي لحظة. أنا اللي علي عملته. تعرف شي مشفى قريبة؟ إذا طلعت رح تنمسك، العسكر معبي الشوارع برا. أنا بفضل ما تطلع لأنه الوضع كتير خطير وما رح تقدر تصل أبداً. الو، اللي قطعت الحدود؟ لا والله ما رح يمشي الحال من دون ما تساعدني. اذا ما كان في حدا ايده طايله ما رح يتركوني. رح تجي ما هيك يا اغا؟ طيب رح شوف شو بقدر ساوي. اغا الله يخليك، هدول الناس ما بيمزح معهم. اذا حبسوني ما بطلع من هون لاخر عمري، واذا صار هذا الشيء وقتها علي وعلى اعدائي وبكشف كل شيء ساويته وما بتردد لتكون بالصوره. مشان هيك تعطالعني. خلص بكفينا اولى، هاليومين بيجي لعندك، استنى مني خبر. طيب ماشي. زهرة، انت شو اللي جابك لهون يا امي؟ امي انت منيحة؟ اي انا منيحة، انت لا تهتمي. طيب شو بدهن هدول الجماعة منك هلا؟ يعني ليش كانوا عندك؟ ما بدهن شي حبيبتي، انت لا تشغلي بالك بهالقصة. انتي مشان تدفعي للي خطفوني تدينتي من هدول الجماعة؟ طيب كيف راح ترجعي المصاري؟ أصلاً أنا بعرف إنه ما معك ولا ليرة. مين قالك ما في معي؟ أنا معي مصاري، عندي بيتي بالصنبوض رح بيعه، البيت كبير وأكيد رح يجيب سعر منيح. أنتي لا تخافي، تعي لعندي. اهدي قلبي لا تبكي، خلص بقى. أمي حبيبتي، شو رأيك إن إلها لستي بلكي بتعطينا لأنها غنية ومعها مصاري؟ أنا بحكي معها. أصحك أصحك تجيبي سيرة لأي مخلوق. خلص أنا رح حل الموضوع، بس ما عاد بدي أشوف هالدموع بعيونك. اتفقنا؟ دخيل قلبك إيه؟ انت كيف طلعتي من القصر بلا ما يشوفوكي؟ ها؟ لاني ما قدرت ضل بعيد عنك، كنت كثير خايفه عليك واجيت اطمن عنك. الله يخلي لي اياك يا روحي. انت حبيبتي ما في شي بيخوف، طمني روقي. امي ما رح تفطر؟ ما بدها، ناديت لها قال مالها نفس. ايه لوين رايحه زمرد؟ رايحه ادور على عزت. لا يكون ايمانك بالله ضعيف يا زمرد، لازم تسلمي لقضاء الله وقدره، هيك بتاذي حالك كتير. انا قلبي عم بيقول لي انه عزت عايش. حاجتك جنان زمرد، كيف رح تروحي على العراق وانتي ست لحالك؟ سنين طويلة أنا عم بستنى، ما حدا حس بالنار يلي عم تاكلني. كان جمال
وهلا عزت انا تعبت كثير، بدي اتاكد اذا ابني عايش ولا ميت، واذا كان ميت رح اعمل له جنازه تليق فيه، واذا بعده عايش رح اعمل له عرس كثير كبير. امي مستحيل تخليك تروحي. كنتي مزبوط عم تحكي. عدنان، انت رح تروح مع زمرد. هاد بضل ابننا، وشو ما كان اللي عمل هالعملة بوعدكن رح يتحاسب عليها. روحوا جيبوا جثته معكن. إذا كانوا دافنين أم يعني إذا كان له قبر هنيك خلص بتتركوه بتقرأ عليه الفاتحة. مرت عمي، معقول اترك ابني ببلاد الغربة وبعيد عني؟ لأنه هاد أحسن إلنا. أصلاً إذا جبنا جسمانه الكل رح يعرف أكيد. خلي العالم تفكر إنه لساته عايش حتى نعرف شو نعمل. لا تحملي هم ستي، رح ساوي اللي بقدر عليه. أنا حاسة فيك، الضنا غالي. روح اتأكدي من الموضوع، بلكي يعني عزت يكون بعده عايش. على القليلة ما بيضل عندك شك بشي أبدا. عم تفهم يا زمرد؟ أغا، الهويات جاهزة، صار فينا نمشي. ما فينا نعمل له أي شيء بنوب. ساعدني خلينا نرفعه يلا. ما رح يتحمل، رح يموت على الطريق يا آغا. يلا لازم ناخده على المشفى بسرعة. يلا ساعدوني.